احتفت وزارة الداخلية بذكرى إقرار ميثاق العمل الوطني عبر سلسلة من الفعاليات والبرامج. تلك الفعاليات والبرامج عكست في مضمونها روحا وطنية عالية وقيما ومبادئ مجتمعية سامية، والتي جسدها الميثاق قبل 21 عاما، مما يعكس الرؤية الثاقبة والنهج الوطني والإصلاحي المستنير الذي أطلقه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله ورعاه. وقد حرصت الجماهير الغفيرة التي تواجدت على تأكيد تأييدها واعتزازها بقيادة جلالة الملك المفدى وتقديرها للجهود المبذولة من قبل الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. ففي العاصمة المنامة نظمت شرطة البحرين استعراضا ميدانيا طابور المنامة بمشاركة الفرقة الموسيقية للشرطة وشرطة الخيالة وكذلك الدراجات النارية، حيث انطلق الطابور من باب البحرين مرورا بشارع عيسى الكبير ووصولا إلى قلعة الشرطة وسط حضور متميز وجموع من المواطنين والمقيمين الذين عبروا عن تقديرهم لشرطة البحرين وامتنانهم للجهود المبذولة من أجل حفظ أمن الوطن وحماية الأرواح والممتلكات، معربين عن إعجابهم بالعرض المميز ودوره في تعزيز روح المواطنة والولاء لدى أطياف المجتمع.